شعار بشهر الخير المحبة بتجمعنا، أقامت جمعية كريم الخيرية خيمة رمضانية في حي الأرمن مع بداية الشهر الفضيل في حمص، تستقبل فيها كل ليلة ضيوفاً من أحياء المدينة في أجواء رمضانية تراثية مميزة. قامت جمعية كريم بإنشاء هذه الخيمة منذ بداية رمضان، لأننا عشنا الأمان الحقيقي بفضل الجيش العربي السوري. هاي خيمة رمضانية كل يوم نجي بنسهر فيها أهالي الحي وأهالي الأحياء المجاورة. الجمعة هاي الجميلة هاي بين جمعيتين تعتبر من الجمعيات الكبيرة في مدينة حمص، وتمثل المجتمع الحمصي بثقافته وحيويته و يعني اللمات اللي جمعت مدينة حمص بتراثها. احنا جينا من جمعية كرم الشامي لنشارك اهلنا واحبائنا واشقائنا بجمعية كريم بالخيمة الرمضانية المباركة اللي حاولت تجمع اهالي حمص من كافة اصقاعها. ومثل العادة اي قصة بتصير على مر التاريخ. ضمت الخيمة اجواء تراثية مع الحكواتي الذي قدم من خلال كراكوز وعواض قصصا وعبرا جديدة، بالإضافة إلى فقرات فنية من مسرح وأغان تراثية. كما تخلل الأجواء تكريم عدد من أبناء الشهداء، وشارك الأهالي الأجواء الرمضانية محافظ حمص طلال البرازي. شخصية الحكواتي حاولنا نعدل عليها، يعني ما تكون قصص أبو زيد الهلالي وعنترة وإلى آخره، عملناها يعني بشكل معاصر بحاكي الواقع اللي عم نعيشه نحن يوميا، بحيث آخر شيء نزرع البسمة والأمل والضحكة على وجوه الضيوف. دليل على المحبة والسلام اللي جمع مدينة حمص، اللي هي طول عمرها هيك مدينة حمص. رجعت أيام محافظة حمص، وإن شاء الله بترجع ببقية المحافظات السورية. بشكر كل شيء ساهم بالخيمة الرمضانية وبعايد وبعد الجيش العربي السوري، وإن شاء الله بالنصر القريب. إن شاء الله رمضان الجاي بتكون سوريا أحلى من قبل. كل عام وأنتم بخير ووطننا بخير والجيش العربي السوري، وإن شاء الله رمضان الجاي يكون وطننا أحلى وأحلى. إن شاء الله رمضان الجاي بيكون أحسن وأحسن علينا ولكم، والسلام بيعم على الوطن. أجواء كانت رائعة، أحيات التراث الرمضاني الأصيل، وإن شاء الله وبإذن الله على أيد جيشنا العربي السوري بتتحرر كل شبر من أرضنا السورية. الحياة تعود تدريجيا إلى حمص بفضل تضحية وانتصارات رجال الجيش العربي السوري وأبنائها الذين صمدوا في وجه الإرهاب حتى عاد الأمن والاستقرار إليها. واليوم تعيش المدينة أجواء المحبة والسلام بشهر الخير الفضيل.